السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة خديجة شانيل، قناتي وقناتكم وقناة كل الأحباء. اليوم نقدم لكم واحد وصفة رائعة وقوية قوية بزاف، والأغلب ديال الناس كيعرفوها، اللي هي متكونة بجوج مكونات فقط، وأغلبية ديال المغربيات بصفة عامة كيعرفوها، اللي هي كتقوي الشعر وكتحبس التساقط وكتنبت الشعر بسرعة واحد الطريقة سريعة جدا، بالتجربة ديال الكثير من البنات في كثير من المنتديات وفي الفيسبوك وفي يعني كثير من المواقع التواصل والمجموعات والجروبات كيهضروا عليها، واكدوا انها فعلا ناجحة و100% كتعطي نتيجة من الاسبوع الاول ديال الاستعمال ديالها. فيها هاد البومادة اللي معروفة، هي كتشوفوها معايا، هذه فيغ موغال، هذه ديال الجمل ديال الطفيليات، كلشي كيعرفها. ولكن انا عندي واحد الصديقه خدام فارماسي، انا كنت خديتها عندها، قالت لي علاش بغيتيها؟ قلت لها الشعر، المقدمه ديال الشعر، كنت بغيت نبت المقدمه يعني ديال الشعر، كان الشعر فيها شويه خفيف، وحتى داك الزغيبات كيكونوا رقاق ملي كينوضوا دغيا كطيح. قالت لي ديريها وديري، وعطاتني الطريقه الزوينه باش نديرها، اللي هي مع زيت العود، وغنوريكم الطريقه اللي انا كنت كنديرها بها، وراها رخيصه في الثمن. هاي كي كتشوفوا معايا راهي ب 19 درهم، وراها زوينه حتى للجمل، زوينه حتى للجمل، هي مع الجمل كدار مع شويه ديال الماء، وكدار في داك البخاخ ديال الشعر، وكترشي بها شعرك او الشعر ديال الاطفال الصغار، وكتسناي عليها واحد 15 حتى 20 دقيقه، صافي كتدخل كدوشي عليها. وعا هي المشكله اللي عندها، انك ملي كدوشي شي دري صغير كتجدال بان هذاك الماء يهبط على العينين، يعني كتغسلي ليه وراسو طالع للفوق، يعني الماء ما يهبطش على وجهه. هذا هنا كي كتشوفوا معايا، يعني كيقول لك اجتنب ملامسه الاماكن الشفافه والعينين، يعني دخلت العينين هي كتحرق العينين. راها زوينه زوينه الشعر، كتقوي الزغبه، كي قلت لكم كتقوي الزغبه وكتحبس التساقط، وهذاك الشعر اللي في الامام كيعاود ينوض من جديد، وكينوض قوي ما كيتنوضش رقيقه. وعاد الفوائد اللي قلت لكم ديال الجبن، انا نوريكم كيفاش كنت كندير ليها. البنت اللي قالت لي ديريها مع زيت العود الا بغيتيها للتساقط باش تقوي لك الشعر، انتما راه كنستعملها انايا، ديريها ديريها مع زيت العود، راه ما فيها حتى شي رائحه، ها انت هي بومضه شفافه. بالنسبه للاخوان الجزائر والناس اللي يمشي مغاربه، هذا دواء القمل سميتو فيغ موغال، يعني متوفر في الفارماسيان في الصيدليات. كناخذ واحد الشويه هنايا، كناخذ واحد كميه كثيره هنايا، انتما كتشوفوا هاد الطريقه راها معروفه من زمان، ولكن شنو كنا كنديروا التساقط ديال الشعر، انا كنت كنديرها كنت صغيره وكنت كنشقق بها شعري غير هي بوحدها، حتى قالت لي ما بقاش ديريها بوحدها، ديريها مع زيت العود، وبقيت شقي بها شعرك ساعه قبل الاستحمام. بحال مثلا انت دخلي تدوشي ساعه قبل الاستحمام، غديري هذه الطريقه بهذه، وغادي تشقي بها شعرك. نحاول انني نمزجها جيدا ما تبانش مع زيت العود، غنزيد ليها الكميه حتى هي، نديرها كلها، بغيتو كميه كبيره صوبوا كميه كبيره، ولكن راها من المره الاولى والثانيه غتعطيكم النتيجه، التساقط غيتحبس وحتى الخلفه كتنوض، ولكن المداومه راه ما كاينش شي حاجه هكاك، المداومه الاسبوع الاول كديريها نهار نهار لا، وقت ما بغيتي تدوشي ساعه قبل تدوش ديريها شقي بها شعرك، ولكن هذاك الماء كما قلت لكم ما يهبطش على العينين، داك الماء ملي غادي تغسلي به يكون راسك طالع الفوق، والماء ما يهودش على عينيك نهائيا، وكنأكد عليها راه كتحرق العينين. ولكن راه النتيجه رائعه، راه الدوري تتعيا في الاعشاب والمواد سميتو كتعطيك واحد النتيجه على مده، ولكن قلت لكم هذا الاسبوع الاول وغادي تعطيك النتيجه، كتشقي بها شعرك كله وكتجمعيه، كتبقى تشقاي واحد ساعه وكتمشي كدوشي، راه الزغبه ملي كتنوض كتنوض غليظه، ما كتنوضش ديك زغيبه رقيقه وضعيفه اللي ظهري كي راه دغيا كطيح،
هذيك كاع ما كتفرح الا خرجات. ها هي راه كتولي سميتو شويه ثقيله. ها نديرها في القريعه ديال الزاج. الطريقه اللي بغيتو للبنيسات اللي كيكون فيهم القمل ديريها ليها، وكنأكد ونعاود العينين لا الشعر يتوصل لوف، يتوصل مره وجوج وثلاثه. هاد البنت اللي عطاتها ليا خدامه في الفرماسيان قالت لي الا بغيتي هاد التساقط ديال الشعر باش تقوي لك الشعر، خصوصا من المقدمه ديال الشعر اللي كتكون زغبه شويه رقيقه، دير ليها بحال هكا. ها هي تنجزت كاع المقادير. بغيتو تعمروا القرعه ديال الزيت عمروها مزيان وديروا معلقه كبيره ديال فيغموغال وعمروا القرعه مزيان حتى لهنايا وبغيتي تشقي بها، ولكن انا قلت لك الاسبوع الاول ما غاديش تحتاجي كميه كثيره، راه كتبان وكتقوي الشعر. كنرجها مزيان ما حدك كتحركيها راه كتعطي السكين ديال الزيت العود كتولي بيضه. ها هي البنات من بعد ما تمجات مزيان تجمعات جميع المقادير اللي فيها، يعني فيغموغال وزيت العود، راه ما فيها حتى شي رائحه وراها زوينه، وقلت لكم كتنبت الشعر كتنبتو قوي وكتنبتو زغبه غليظه، وخصوصا في الامام ديال الشعر جربوها وما ديش تندموا عليها. وحتى الشعر ملي كيكون خفيف راه كتغلظ الزغبه وكتقويه وكتحبس التساقط. هذه اقوى وصفه للتساقط اللي جربوها العديد من المغربيات، وقلت لكم في مجموعات ديال الجروبات ديال الفيسبوك كلهم كيمدحوها كلهم جربوها وعطاو قالوا لك راها فعلا زوينه 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 بزاف. نتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش كيف العاده تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد، ودعمونا في القناه ديالي وديالكم باش تنجح وتزيد لقدام. وشكرا للمتابعين الاوفياء وعلى التعليقات للتشجيعات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.